تمام، زي ما قلنا ان المادة سهلة، تابع بس مع الدكتور في السكشن ان شاء الله تبقى مادة سهلة عليكم. مشكلتها انها بتبقى في ترم واحد، وابقى لازم اعرف كل حاجة عنها، يعني ايه هندسة المواني، يعني ايه هندسة الشواطئ، الميرة بتكون من ايه، عشان اعرف اخططه واعرف اصممه. وفي حاجة تانية، المنهج عبارة عن 3 حاجات: تخطيط الميناء وتصميم الميناء والاموال. احنا التخطيط تقريبا مش هنلحق نخطط الميناء، فابقى عارف بس مكونات الميناء. عندي اهم حاجه اللي هي الامواج، الامواج هي اللي بتاثر على الميناء، فبقى لازم ابقى عارف خصائصها، امتى بتتولد، العوامل اللي بتتاثر على اللي بتسبب الامواج. عندي خصائص الامواج ممكن وتاثير العمق على الموجه، وعندي خصائص الموجه ممكن يحصل لها انكسار، ممكن يحصل لها انتشار او ظهوله او تكسر، وفي انعكاس. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده المفروض نتكلم عن مقدمه عن المواني، وعن مكونات الميناء، انواع الميناء، في عندي اسباب تولد الامواج وانواع الامواج وخصائص الامواج. اول حاجه هنبدا بيها تعريف هندسه المواني وهندسه الشاطئ. لو بصينا على الرسم اللي قدامنا دول، هبص هلاقي ان الميناء عباره عن منشا يتكون من كذا حاجه، ده بسميه حاجز امواج هنعرفه بعد كده، وهنا ده حاجز امواج، هنا في ارصفه عشان السفن تتراقى عليها او ترسو. اذا لو بصينا هنا في رصيف خارجي وده رصيف داخلي. لو بصينا هنا هنلاقي ان هنا في مساحه خضراء، ممكن اعمل مباني، ممكن اعمل مخازن، ممكن اعمل مباني اداريه. فقال لك يعني ايه هندسه المواني؟ قال لك هندسه المواني عباره عن احد فروع الهندسه المدنيه، تختص بدراسه المواني زي ما احنا شايفين الميناء ده كله، والمنشات البحريه. ايه المنشات البحريه؟ اللي هو زي ما قلنا بيبقى عندي حواجز امواج. قول يا باشمهندس. هو تقريبا بيبقى فيه مشكلة والصورة بتظهر، ممكن حضرتك تبعتي الملف مثلا واحنا نفتحه ونتابع مع حضرتك. تمام، هبعته بس لمدير السكشن دلوقتي يفتح. أنا هرفع السكشن على الشنطين على التيم. ماشي تمام يا باشمهندس. أيه. تعرف شمسين هو اترفع اهو. كده الشير ظهر عندكم يا شمسين؟ ايوه ظاهرة يا باشمهندس. تمام. فقلنا هندسة المواني يختص بدراسة المواني والمنشآت البحرية. ايه المنشآت البحرية؟ زي ما احنا شايفين في الرسمة، عندي حاجة بالطول ده بسميها حاجز امواج، عندي هنا أرصفة داخلية، هنا عندي أرصفة خارجية، في عندي هنا مساحات مباني إدارية، في ممكن أعمل مخازن. فدي كلها اللي بيهتم بدراستها أو بحيث التخطيط والتصميم والتنفيذ
ده بسميه هندسة الموانئ، يعني أي منشأ أو أي مكون بيتكون منه المينا اللي بيختص بتصميمه أو تخطيطه أو تنفيذه بسميه هندسة الموانئ. أما هندسة الشواطئ قال لك هي هندسة الموانئ دي أكبر حاجة، بعدها يجي هندسة الشواطئ. فقال لك هندسة الشواطئ هو أحد فروع هندسة الموانئ، بيختص بدراسة المشاكل التي يتعرض لها الشاطئ. إيه المشاكل اللي بيتعرض لها الشاطئ؟ عشان أعمل مينا لازم أدرس الأمواج، هي اللي هي المشكلة اللي بتأثر على المينا. عشان لما يبقى في أمواج هتأثر لي على الشاطئ اللي عندي، بتسبب لي نحر، بتسبب لي ترسيب. فأنا الأول بشوف عندي الشاطئ بالكامل، أشوف المنطقة اللي فيها أمواج عالية المفروض إن أنا أبعد عنها عشان أنفذ المين. فلو عندنا مثلا الأمواج هنا عالية، أروح في مكان تاني يكون الأمواج فيها يعني قليلة شوية عشان ما تسببليش نحر وترسيب. فأنا لو أنا عندي مثلا المين هعمله هنا خلاص، وأنا عندي أمواج لازم أحل مشكلة النحر والترسيب، فبعمل حاجز الأمواج فبيحميلي المينا اللي عندي من الأمواج اللي عندي. فخلاص يبقى أنا كده اتغلبت على مشكلة النحر والترسيب اللي سببها الأمواج. يعني قبل ما أعمل أصلا المينا لازم أخد بالي من الرياح اللي بتسبب لي الأمواج. عندي مد وجزر، عندي تيارات بحرية. فأنا بدرس المنطقة اللي عندي قبل ما بعمل المينا، بشوف أبعاد السفن المفروض اللي هتدخل المينا، الطولها وعرضها والغطس بتاعها قبل ما بعمل المينا. يبقى قبل ما بعمل المينا الأول بدرس المشاكل اللي بتعرض لها الشاطئ اللي هي الأمواج. الأمواج دي ممكن تتكون نتيجة الرياح، مد وجزر، تيارات بحرية عندي، وأتغلب على المشاكل دي. بعد كده عندي حاجة اسمها المرفأ والمينا. المرفأ والمينا المفروض إن هما في الطبيعة يعني يعتبر حاجة واحدة، بس قال لك إن المرفأ عبارة عن المساحة المائية. المساحة المائية اللي هي ما بين حواجز الأمواج اللي هو الحاجز ده والحاجز ده، دي بسميها المساحة المائية. فقال لك لو أنا بتكلم عن المساحة المائية بسميه مرفأ أو هرم. بعمل إيه فيه؟ بحميه من الأمواج عن طريق حواجز الأمواج دي، عشان السفن وهي جوه تبقى آمنة وأقدر أعمل عملية الشحن والتفريج. قال لك الفرق ما بين المينا اللي هو البورت أو المرفأ الهاربر، قال لك إن المينا عبارة عن اللي هو المساحة المائية دي والمساحة الأرضية، سواء اللي هو عملت منشآت بره، مباني إدارية، عملت مخازن. فالمينا أشمل من المرفأ إن هو بيشمل المساحة المائية والمساحة الأرضية، اللي هو المنشآت الخاصة بالمينا، حواجز الأمواج، الأرصفة، الصوامع ومباني إدارية، عملت مخازن. يبقى المرفأ بس عبارة عن المساحة المائية اللي هي جوه دي، بيتم حمايتها من الأمواج بواسطة حواجز الأمواج، وبترقى فيها السفن لإتمام عملية الشحن والتفريغ. أما المينا عبارة عن اللي هو مساحة مائية ومساحة أرضية. المساحة الأرضية عبارة عن إيه؟ مباني إدارية، عملت مخازن، عملت أرصفة، عملت أي حاجة بقى مش عملت مثلا اللي هو المساحات الخضراء ديت، فديت بسميها مساحة أرضية. أما جوه المساحة دي بسميها المساحة المائية، بعمل لها حماية من الأمواج عن طريق حواجز الأمواج اللي إحنا شايفينها في الرسمة دي. دي أول حاجة. بعد كده عشان أعرف أخطط المينا، المفروض إنها تخطيط مش علينا، بقى لازم أعرف مكونات المينا. قبل ما بعمل المينا بيبقى عندي خط الشاطئ، أنا لو عندي الشاطئ بالمنظر ده بقول إن ده بسميه خط الشاطئ أو الشور لاين، هي نقطة التقاء اليابس مع المية. قبل ما بعمل ببقى عندي ما بعمل أو بخطط المينا بيبقى عندي خط الشاطئ بالمنظر ده، وأنا عايز أعرف أخطط المينا يبقى لازم أعرف مكونات المينا. قالك أول مكون من مكونات المينا عندي مساحة أرضية زي ما احنا شايفين من المنظر ده، اللي هي عبارة عن أرصفة. هنا ممكن أعمل منشآت زي ما قلنا، مباني إدارية، أعمل مخازن، أعمل مساحات خضراء زي ما أنا عايز. يبقى أول مكون من مكونات المينا هي المساحة الأرضية، يعني بتشمل الأرصفة، بتشمل المباني، تشمل المخازن. بعد كده قال لك أنا بعمل حواجز أمواج. ليه بسمي ده؟ بسميه حاجز أمواج رئيسي اللي هو المين بريك ووتر. قال لك ان انا بحطه في اتجاه الرياح السائد اللي هو بريفيرنج ويند دايركشن.
يعني ايه بريفيرنج ويند دايركشن؟ اتجاه الرياح السائده. ليه بسميه الرياح السائده؟ قال لك ان معظم السائل اطول فتره من السنه الرياح بتبقى في الاتجاه ده، فانا بعمل حاجز امواج. بايه فايده حاجز الامواج الرئيسي ده؟ بتمنع دخول طالما في رياح هتكون لي امواج، فبعمل انا حاجز امواج رئيسي عشان يمنع دخول الامواج داخل المساحه المائيه دي، ويبقى هنا السفن تتحرك براحتها ومبقاش في خطر على السفن اثناء الشحن والتفريغ. طب انا عندي قلت ان ده اتجاه الرياح السائد اللي هو بيها الرياح بتهب اطول فتره في من السنه. طب انا ممكن الرياح تيجي في الاتجاه التاني، فقال لك عشان اضمن ان السفن تكون في حاله استقرار داخل المساحه المائيه، فانا بعمل حواجز امواج ثانوي في الاتجاه المقابل لحاجز الامواج الرئيسي، فايدته برضو ان هو بيمنع دخول الامواج الناتجه من الرياح. بس الرياح في الحاله دي ما بتبقاش رياح سائده، ممكن تهب وممكن لا، فانا اضمن عشان اضمن استقرار السفينه داخل المساحة المائية، فبعمل حاجز أمواج رئيسي بيكون في اتجاه الرياح السائدة، وبعمل حاجز أمواج ثانوي في الاتجاه المقابل. يبقى أنا كده ضمنت استقرار السفينة داخل المساحة المائية. أنا عايز أعرف بعد كده، خلاص أنا ضمنت استقرار السفينة داخل المساحة المائية، قال لك في حاجة اسمها المفروض إن السفينة جاية من بره، فأنا بعمل لها ممر ملاحي. الممر الملاحي ده عشان اضمن ان السفينه وهي داخله تبقى في حاله امان او استقرار، فهي خلاص انا امنت على السفينه جوه المساحه المائيه وجوه الميناء من الامواج، فلازم اضمن برضو استقرار السفينه وهي داخله للميناء، فبعمل حاجه اسمها ممر ملاحي. الممر الملاحي زي ما احنا شايفين عباره عن خطين، الخطين دول بيبقوا متوازيين. قال لك بدايه الممر الملاحي بيبقى مع اتجاه الرياح السائد عشان اضمن برضو ان السفينه في حاله استقرار داخل الممر الملاحي، او ممكن وانا بعمل اللي هو الممر الملاحي بدل ما اخليه مع اتجاه الرياح السائده ممكن اخليه عمودي على خط الشاطئ ده. وانا بقى المفروض ان انا بخطط الميناء، خطط الممر الملاحي المفروض بيبقى انا خلاص انا عارف ان هو هيبدا مع اتجاه الرياح السائد او عمودي على خط الشاطئ. المفروض ان انا هعمل له دوران، قال لك الدوران ده بيبقى بزاويه اقل من او تساوي 30 درجه عشان السفينه تدخل بامان داخل الممر الملاحي. الممر الملاحي لازم ابقى اخد بالي ان السفينه لازم تكون في حاله امان، فانا لازم ابقى وانا بصممه بيبقى ليه عرض وليه عمق، فانا باخد لو انا بصممه قال لك ان العرض لازم يكون اكبر من، انا عندي سفن هتدخل من الممر الملاحي، فاشوف اكبر سفينه هتدخل من الممر الملاحي، فخلي العرض بتاع الممر الملاحي اكبر من طول اكبر سفينه، عشان المفروض ان السفينه بتدخل كده، فلو حصل مشكله اثناء دخول السفينه وحصل لها دوران يبقى انا ضامن ان عرض الممر الملاحي اكبر من طول اكبر سفينه. وبالنسبه للعمق، انا عندي السفينه عباره عن طول وعرض وارتفاع، فانا لما بحط السفينه جوه الميه بيبقى لها غاطس، ده بسميه الغاطس، غاطس السفينه زي ما كنا بندرس في الطفو. انا بحط جسم داخل سائل او مائع، جزء منه بيبقى طافي جزء منه بيبقى غاطس، تمام؟ فانا عارف ان ده غطس السفينه اللي هي دي، فانا وانا بصمم الممر الملاحي لازم ابقى واخد بالي ان عمق الممر الملاحي بيبقى اكبر من غطس السفينه عشان ما يحصلش مشاكل وان السفينه تشحط في القاع، فانا بخلي ان عمق الممر الملاحي اكبر من الغطس بمسافه امان للنحر والترسيب اللي هو الامواج، وعلى حسب نوع التربه اللي انا بعمل فيها الممر الملاحي. يبقى وانا بصمم من الممر الملاحي لازم اخد بالي من عرضه وعمقه، عرضه بيبقى اكبر من طول اكبر سفينه وعمقه بيبقى اكبر من اكبر غاطس عندي. اخد بالي ان العرض برضو لو انا عندي سفينه غير ان انا يكون عندي اتنين سفينه يدخلوا في نفس الوقت. ادي السفينه لو دي بتدخل، لو عندي سفينه واحده ولو عندي اتنين سفينه، في الحالتين لازم ابقى ضامن ان عرض السفينه عرض الممر الملاحي اكبر من طول أكبر سفينة عندي داخلة الممر الملاحي. بعد كده قال لك عشان أضمن
ان السفينه تبقى ماشيه خلال الممر الملاحي ده، بعمل شمندورات. الشمندوره عباره عن عوامات. لو انا خدت قطاع في الممر الملاحي، عندي ادي سطح الميه، وعندي ادي السفينه، عندي ادي القاع بتاع المجرى المائي. قال لك انها عباره عن عوامات بثبتها في القاع بكتل خرسانيه، دي اللي هي اسمها الشمندور. بتحدد لي مسار السفينه وهي داخله داخل المين. خلاص بعد ما دخلت المين انا كده ضمنت استقرار السفينه داخل المساحه المائيه اللي هنا، ان انا عملت لها حجز امواج رئيسي وحجز امواج ثانوي، فكده منعت دخول الامواج داخل المين وضمنت استقرار السفينه داخل الممر الملاحي. ان انا خليت الممر الملاحي بيبدا مع اتجاه الرياح السائد، او ممكن اخليه في اتجاه عمودي على خط الشاطئ ده. تمام. هو انا لما خلاص دخلت عملت السفينه دخلت جوه، ده بسميه مدخل الميناء او البغاز. انا ضمنت استقرار السفينه داخل الممر الملاحي وداخل المساحه المائيه. انا هسيب السفينه بقى تدخل جوه المساحه المائيه براحتها؟ قال لك لا، انا بعمل اللي هو دائره الدوران دي. بتعمل ايه؟ انا السفينه المفروض انها بتدخل كده، مش هسيبها تتحرك براحتها داخل المساحه المائيه، فبعمل الدايره دي. قال لك عشان السفينه تيجي تدخل من المدخل تلف حوالين المساحه المائيه. لو انا عايز اخلي السفينه هتستقر هنا، فهي بتمشي حوالين المساحه المائيه، وبعد كده هتمشي في خط مستقيم، وبعد كده تنزل على الرصيف اللي عندي ده. لو انا عايزه اخلي السفينه تستقر هنا، فهتلف برضو حوالين المساحه المائيه او الدايره دي، وتنزل على استقامتها وتستقر في على الرصيف هنا. لو هي هتستقر هنا، هتلف خلال المساحه المائيه دي او دايره الدوران وتستقر في مكانها هنا. يبقى انا كده مكونات الميناء عباره عن: واحد، المساحه الارضيه بتشمل الارصفه، تشمل المباني الاداريه، تشمل المخازن، اي منشأ انا هعمله على المساحه الارضيه دي. تاني حاجه، انا عندي اتجاه رياح سائد، فبعمل حاجز امواج رئيسي يمنع دخول الامواج داخل الميناء. انا ديت اتجاه الرياح السائده، اللي هي قلنا اتجاه الرياح هو الاتجاه اللي تمر فيه الرياح اطول فتره من السنه. ممكن الرياح تيجي من الاتجاه التاني، فانا بعمل له حاجز امواج ثانوي برضو بيمنع دخول الامواج داخل الميناء. فانا كده عملت استقرار، او السفينه داخل المساحه المائيه بتبقى مستقره داخل المساحه المائيه. بعد كده عندي ممر ملاحي، هنا ممر بيبقى مع اتجاه الرياح السائل او عمودي على خط الشاطئ، عشان ابقى ضامن استقرار السفينه داخل الممر الملاحي. بعد كده عندي شمندوره، بعد كده عندي المساحه المائيه ديت. يبقى انا كده مكونات الميناء: عندي مساحه ارضيه اللي بتشمل ارصفه والمخازن والمباني الاداريه، عندي حاجز امواج رئيسي بحطه في اتجاه الرياح السائد اللي هي بريفيرنج ويند دايركشن، وعندي حاجز امواج ثانوي بيبقى في مقابل حاجز الامواج الرئيسي، عندي ممر ملاحي، عندي شمندوره، وعندي مساحه مائيه ودايره الدوران دي. يبقى انا كده عرفت مكونات الميناء. المفروض عشان اخطط يبقى لازم ابقى عارف مكونات الميناء، فاحنا التخطيط تقريبا مش هيبقى عليكم. فانا عايزه اعرف كل مكون من مكونات الميناء. اول حاجه الممر الملاحي، ده اول حاجه بتواجه السفينه، فلازم ابقى ضامن استقرار السفينه داخل الممر الملاحي زي ما قلنا، بيبقى مع اتجاه الرياح السائد، والعرض بتاعه بيبقى اكبر من طول اكبر سفينه، وعمقه بيبقى اكبر من الغاطس بمسافه امان ضد اللي هو النحر الترصيب، عشان السفينه ما تشحطش في القاع، فاضطر ان انا اعمل حفر عندي، او واللي هو بتاع لو في عندي امواج يبقى لازم ابقى عامل عندي مسافه امان للامواج، وعندي على حسب نوع التربه يبقى عمق الممر الملاح بيبقى اكبر من اكبر غطس عندي للسفينه. انا عايزه اعرف بقى اتجاه الرياح السائد او بريفيرنج ويند دايركشن، قلنا ان هو اتجاه الرياح السائد هو الاتجاه التي تمر فيه الرياح اطول فتره زمنيه في السنه، بس بيبقى عندي اتجاه. فقلنا بعد كده المساحه المائيه، وعندي مساحه ارضيه. المساحه المائيه حمايه، بتبقى لضمان حمايه السفن داخل المواني من الرياح والامواج. طالما في رياح يبقى في امواج، وعشان اضمن استقرار السفينه داخل المساحه المائيه، فانا بعمل حاجز امواج زي ما قلنا.
قال لك المساحة المائية بداية ونهاية التجارة الخارجية، يعني السفينة من الرسمة دي المفروض إن السفينة داخلة اهيت من بره، يعني هي ديت جاية من بلد بره داخلة لجوه، يبقى أنا المساحة المائية بتعتبر بداية ونهاية التجارة الخارجية. أما المساحة الأرضية قال لك بتشمل ايه؟ الأرصفة، حواجز الأمواج، المباني الإدارية والمخازن، بعتبرها بداية ونهاية التجارة الخارجية، لأن أنا بعمل شحن وتفريغ من البلد. أما المساحة المائية بتبقى سفن جاية من بره وبتفرغ عندي، يبقى تعتبر بداية ونهاية التجارة الخارجية، بتتراكم فيها السفن للشحن والتفريغ. عندي بعد كده قلنا حواجز الأمواج، حواجز الأمواج فايدتها أو وظيفتها إن هي خط الدفاع الأول من الأمواج، بتحميل السفن داخل المساحة المائية من الأمواج، وتضمن حماية السفن داخل المساحة المائية. عبارة عن نوعين، حاجز أمواج رئيسي اللي هو المين بريك ووتر أو اختصاره MBW، وعندي حاجز الأمواج ثانوي اللي هو سكندري بريك ووتر اللي هو SBW. حاجز الأمواج الرئيسي قال لك إن هو بيبقى وأنا بخططه، المفروض إن هو وأنا بخططه بيبقى عمودي على خط الشاطئ أو عمودي على اتجاه الرياح السائد، وفائدته قلنا بحماية السفن من الأمواج أو منع دخول الأمواج داخل المين. وحاجز الأمواج الثانوي برضو بيحمي السفن من الأمواج أو بيمنع دخول الأمواج داخل المين. قال لك وانا بخططه او بخططه بيقول لك في جهه مقابله اللي هي حاجز الامواج الرئيسي عشان اقفل المساحه المائيه واضمن استقرار السفن داخل المين. لو انا مثلا عندي اتجاه الرياح في الاتجاه ده، فانا هخلي اتجاه الحاجز الامواج بيقول لك عمودي على اتجاه الرياح وعمودي على خط الشاطئ لو ده خط الشاطئ. انا كده عرفت ادي حاجز الامواج الرئيسي، عشان اقفل المساحه المائيه اللي عندي عشان اضمن استقرار السفن فبعمل حاجز امواج ثانوي. قال لك ان هو بيبقى في الاتجاه المقابل لحاجز الامواج الرئيسي. لو انا عندي خط الشاطئ اهو في المنظر ده وعندي اتجاه الرياح السائد لقيته في الاتجاه ده، يبقى عندي حاجز الامواج الرئيسي هيبقى هو ده، وحاجز الامواج الثانوي في الاتجاه المقابل عشان اقفل المساحه المائيه. قال لك لو انا عندي اتجاه الرياح اللي هو في الاتجاه الشمالي، يبقى انا عندي حاجز الامواج الرئيسي عمودي على خط على اتجاه الرياح السائد وعمودي على خط الشاطئ. طبعا احنا شايفين عمودي على خط الشاطئ وعمودي على خط اتجاه الرياح السائد، وبعمل اللي هو حاجز الامواج الثانوي في الجهه المقابله. او ممكن عندي حل تاني، ان انا عندي اتجاه الرياح السائد ده انا عارف ان اتجاه حاجز الامواج بيبقى عمود عليه، ادي حاجز الامواج الرئيسي. وممكن اعمل حاجز امواج اتنين حاجز امواج ثانوي، ده بيبقى عباره عن مدخل وده مدخل. الحاله دي المينا ده بستخدمه في حاله المينا الحربي، عشان لو انا عندي سفينه داخله وسفينه العدو وراها، فانا بضمن ان السفينه تدخل من هنا وتطلع من الجهه الثانيه. يبقى انا كده في حاله المينا الحربي. لما اعرف دلوقتي انواع المواني، عندي اسمه حاجه اسمها مينا حربي، بيبقى ليه مدخلين عشان لو حصل ان في سفينه العدو مراقبه السفينه بتاعتنا، فانا اضمن ان السفينه تخرج من المدخل الثاني. قلنا الشمندوره او ما بوصلها بيه تبقى مثبته بالقاعه عن طريق خيط بكتل خرسانيه عشان اضمن المسار الطبيعي للسفينه، وانا اضمن ان هي هتخش ما بين الخطين بتوع الممر الملاحي. يبقى كده مكونات المينا عباره عن مساحه ارضيه، حاجز امواج رئيسي بيكون في اتجاه الرياح السائده او بريفيرنج ويند دايركشن، حاجز امواج ثانوي في الجهه المقابله من حاجز الامواج الرئيسي، عندي ممر ملاحي عليه شمندوره بيحدد المسار الطبيعي للسفينه، عندي بعد كده المساحه المائيه بحددها بدايره دوران عشان اضمن ان السفينه بتتحرك في اتجاهات معينه، مش بسيبها تتحرك براحتها داخل المين. المفروض عندي ان انا خلاص بعد ما عرفت المكونات ان انا اخطط المينا زي ما قلنا، بس التخطيط مش علينا. بعد كده المفروض ان انا بصمم كل مكونات المينا اللي هو حاجز الامواج الرئيسي والثانوي، عندي الارصفه، عندي المساحه المائيه، وعندي الممر الملاحي ببقى عارف عرضه وببقى عارف عمقه. هندرس كل ده بعد كده،
بعد كده قلنا اول حاجة هنعرفها، خلاص انا عرفت مكونات المينا، انا عايز اعرف بقى انواع المينا. قال لك عشان تدرس انواع المينا او تصنيف المينا عندي نوعين، طبقا لطبيعة موقعها ومقدار الحماية اللي هي الطبيعة بتاعت المينا، المكان اللي انا هنشأ فيه المينا، وعندي طبقا لغرض من انشائها. انا عامل المينا ده ليه؟ قال لك لو انا عايز تصنيف المينا من حيث الموقع او مقدار الحماية، عندك مينا طبيعي، عندك مينا شبه طبيعي، عندك مينا صناعي. يعني ايه مينا طبيعي ويعني ايه شبه طبيعي ويعني ايه صناعي؟ قال لك المينا الطبيعي ان انا قلت عشان احمي، عشان اعمل مينا عندي امواج، يبقى لازم احمي المينا من الامواج دي، فكنت بعمل حواجز امواج رئيسي وثانوي. قال لك في حالة المينا الطبيعي انا ما بضطرش اعمل اي اعمال حماية اللي هي ولا حاجز امواج رئيسي ولا ثانوي، هي بتبقى محمية طبيعية، بيبقى عندي خرجان وعندي جزر، فهي بتبقى هنعرفها بعد كده، بيبقى عندي خرجان وجزر، هي بتبقى عاملة لي المينا بدل ما بعمل حواجز امواج رئيسية وثانوي، فهي بتبقى محمية طبيعية. قال لك عندك مينا شبه طبيعي، بيبقى عندك في جهة مثلا بضطر نعمل يا اما حاجز امواج رئيسي يا اما حاجز امواج ثانوي، وفي الجهه الثانيه بيبقى عندي خلجان او اللي هو الجزء، فبيبقى المينا عندي مينا محمي بس شبه طبيعي. قال لك المينا الصناعي بضطر ان انا اعمل حاجز امواج رئيسي وبضطر ان انا اعمل حاجز امواج ثانوي. اما من حيث الغرض من انشائها، عندي مينا التجاره زي مينا اسكندرية كده، إن أنا بعمل شحن تفريغ للبضايع اللي عندي، عندك مينا صيد عشان السفن بتاعة الصيد بس، عندك مينا حربي زي ما قلنا. لو بصينا في الرسمة ديت قلنا بيبقى ليه عبارة عن مدخلين، مدخل عشان لو السفينة عندي هنا مدخل بديل، لو هنا سفينة العدو مراقبة السفينة بتاعتنا فهي تقدر تطلع من المدخل التاني. مينا صيد زي ما قلنا عبارة عن مدخل بيبقى كبير عشان يبقى السفن اللي عندي بتبقى كتيرة، ممكن تدخل أكتر من 4 سفينة في نفس الوقت، بتبقى المساحة المائية بتاعتها كبيرة ومش شرط تكون عدد أرصفة كبير. أما المينا التجاري زي ما قلنا بيبقى عشان البضائع زي مينا اسكندرية ومينا بورسعيد. بعد كده عندك المينا الحربي زي ما قلنا بيبقى عبارة عن مدخلين، وعندي مينا البترول اللي هو عشان المينا البترول ده بخلي عشان هو عشان في بترول عشان ما يبقاش ما يحصلش اختلاط ما بين المية والبترول، فانا بفضل ان هو يكون مينا منفصل عن باقي المواني دي عشان ما يحصلش اختلاط ما بين البترول والشاطئ. قال لك في عندك مينا ترفيهي او سياحي، في عندك مينا حر او متعدد الاغراض. يعني ايه حر متعدد الاغراض؟ ان هو ممكن يبقى مينا تجاري، ممكن يكون مينا صيد، ممكن يكون مينا حربي، ممكن يكون مينا بترول. قال لك في حاجه اسمها مينا امان. مينا الامان ده فائدته ان انا لو عندي انا في وقت ما عندي امواج، فانا عشان اضمن استقرار السفينه بتدخل بس عشان احميها من الامواج، فدي اسمها مينا امان، او بحميها من الرياح او التيارات البحريه. زي ما قلنا ان انا عندي من حيث الطبيعه او مقدار الحمايه عندي 3 انواع، عندي مينا مواني طبيعيه، وعندي مواني شبه طبيعيه، وعندي مواني صناعيه. لو بصينا في الرسمه قال لك المينا الطبيعي بيكون محمي طبيعيا بجزر وخرجان، هنا لو بصينا هتلاقي ان اصلا في الطبيعه عندي بدل ما بعمل حاجز امواج رئيسي او حاجز امواج ثانوي، عندي المنطقه دي بسميها اللسان، المنطقه الواسعه دي بسميها خلجان. فهو قال لك ان المينا اصلا محمي طبيعي، فانا ايه يا دوبك بس السفينه بتدخل من الاتجاه ده. زي ما احنا شايفين هنا عندي جزر، هنا عندي عندي خليج، فالسفينه تدخل اما من المدخل ده او تدخل من هنا، فهنا المينا بسميه مينا طبيعي مش بحتاج لاعمال حمايه اللي هي حواجز الامواج. اما شبه طبيعي بيبقى عندي مثلا حاجز عندي لسان او جزر، فانا بضطر اعمل يا اما حاجز امواج ثانوي يا اما حاجز امواج رئيسي، فانا بسميه مواني شبه طبيعيه بتحتاج لي اعمال حمايه بسيطه، يا اما اعمل حاجز امواج رئيسي او بعمل حاجز امواج ثانوي. عندي مواني صناعيه، المواني الصناعيه زي مينا اسكندريه بضطر ان انا اعمل حواجز امواج رئيسي وحواجز امواج ثانوي زي ما احنا شايفين في الشكل ده.
أو ممكن أعمل اللي هو ده، أو زي ما قلنا الشكل ده بيبقى عبارة عن ميناء حربي بعمل لهم الخلايا. يبقى أنا كده بالنسبة لأنواع المواني طبقا للغرض من إنشائها، وعندي طبقا لمقدار الحماية، عندي مقدار الحماية عندي 3 أنواع، طبيعي شبه طبيعي وعندي صناعي بنغرض منها في موانئ أمان لدرجة بحمي بس السفن من الرياح الشديدة أو الطيارات البحرية، عندي مواني تجارية، عندي مواني حربية وصيد وطيران. مواني الطيران عبارة عن مطارات بس أنا بحطها على الشاطئ. في عندي مواني حرة، فايدة المواني الحرة إنها ممكن أستخدمها كأي ميناء، ممكن صيد أو تجاري. وعندي مواني ترفيهية أو سياحية، وده بالنسبة لأنواع المواني. حد عنده مشكلة بشانتين في الجزء الأولاني؟ كمان ميناء المواني الطبيعية زي ميناء مرسى مطروح، عندي المواني اللي هي شبه طبيعية زي ميناء جدة بالسعودية، وعندي الميناء الصناعي زي اسكندرية بورسعيد. لو حد عنده مشكلة في أي جزء من اللي أنا شرحته بشانتين يسأل. بشمهندسي ايوه يا باشمهندس ايوه معاك تمام يا باشمهندس تمام. اللي بعد كده خلاص احنا عرفنا مقدمة عن المنهج وانواع المواني بعد كده ومكونات المينا. عايز اعرف بعد كده الامواج. قالك الامواج زي ما احنا شايفين، لو انا عايز اعرف اسباب تولد الامواج لازم اعرف يعني ايه موجه اصلا. قال لك الموجه هي ارتفاع او انخفاض في سطح الميه نتيجه طاقه ما الى جزيئات الميه. انا عندي الاول شط البحر بيبقى بالمنظر ده بسميه ستيل ووتر ليب. الموجه دي بتتكون ازاي؟ قال لك ان انت بيحصل ارتفاع او انخفاض في سطح الميه نتيجه طاقه ما. فعشان أعرف الطاقة دي قالك عشان أشوف العوامل التي تسبب حدوث الأمواج، عندي عوامل طبيعية وفي عندي عوامل صناعية. العوامل الطبيعية زي الرياح، عندي المد واليد، عندي الزلازل هي بتسبب السونامي. السونامي عبارة عن إيه؟ إن أنا بيحصل حركة أرضية فبيحصل تشققات في لقاع البحر فبيحصل ارتفاع وانخفاض في سطح المية. المد والجزر اللي هو بتاع اللي هو جاذبية القمر، عندي عوامل صناعية، حركة باشمهندس السفن برضه استاذ البلد بتسبب لي أمواج. الصوره ثابته، الصوره ثابته على صوره اللي هي لسه الامواج في ارتفاع وانخفاض. الشمسية معلش ايه اللي خط البحر تمام على صورة. كده. طب كده ايه ظهرت معاكو ولا بس؟ فتحت صفحه العوامل اللي تسبب حدوث الامواج. تمام. زي قلنا قبل ما اعرف اللي هو الموجة بتتولد ازاي، يبقى لازم اعرف تعريف الموجة. تعريف الموجة قلنا هي ارتفاع او انخفاض في سطح المية نتيجة طاقة ما. الطاقة دي عبارة عن ايه؟ اللي هي العوامل اللي بتسبب حدوث الأمواج. قال لك إنها ممكن تكون عوامل طبيعية أو ممكن تكون عوامل صناعية. ايه العوامل الطبيعية؟ كالرياح أو المد والجزر أو الزلازل اللي هي بتسبب تسونامي. اللي هي عبارة عن إيه؟ بيبقى بيحصل لي تشققات في القشرة في قاع البحر أو الشاطئ اللي عندي، فبيحصل إن المية اللي عندي بترتفع وبتنخفض فبتسبب لي أمواج. العوامل الصناعية قال لك إن هي حركة السفن والانفجارات دي برضه بتسبب لي أمواج. اللي هندرسه بس تأثير الرياح. قال لك إيه أسباب بقى ليه أنا بدرس أصلا الأمواج؟ عشان الأمواج أسباب دراسة الأمواج، لأن الأمواج دي مهمة وأنا بصمم الميناء، وهي العامل اللي بتأثر على الميناء إنها بتسبب نحر وترطيب زي ما قلنا. فقال لك أسباب دراسة الأمواج عندي بينتج عنها قوة هائلة تؤثر على المنشآت البحرية. فطالما عندي رياح الأمواج هتتكون، الأمواج اتكونت يبقى لازم أحمي الميناء من الأمواج دي. فأنا بعمل إيه؟ بضطر إن أنا أعمل محاوجة أمواج والأرصفة عشان أحمي الميل.
الامواج انها بتسبب قوه هائله على المنشات البحريه في حوادث الامواج والارصفه. لو الموجه دي دخلت داخل المساحه المائيه بتسبب مشاكل في الشحن والترسيب، في الشحن والتفريغ، انها السفن بتبقى غير مستقره داخل المساحه المائيه. فانا لازم ادرس الموجه وخصائص الموجه. قالك مهمه في تصميم حواجز الامواج وتخطيط الارصفه والممر الملاحي والمدخل. يبقى الموجه بتاثر لي على حواجز الامواج، وكمان بتبقى بتاثر لي على التصميم والتخطيط. زي ما قلنا اتجاه رياح سائده بشوفه فين وبعمل حاجز الامواج الرئيسي. اتجاه الرياح ده هيتغير، الموجه هتتكون في الاتجاه ده، فبعمل حواجز امواج في اتجاه الرياح السائده. فقال لك فهي مهمه برضو في تصميم حواجز الامواج والتخطيط بتاع الارصفه والممر الملاحي والمدخل. زي ما قلنا الممر الملاحي بيبقى مع اتجاه الرياح، وحواجز الامواج بتبقى عموديه على اتجاه الرياح السائده. عند الطاقه المتكونه او متولده عن الامواج بتعمل على تغيير الشط. زي ما قلنا الموجه عندي بتعمل محر ترصيب في الشاطئ اللي عندي، فانا لازم ادرس الموجه واعرف خصائصها واعرف الظواهر اللي هي بتنتج عن الامواج. بتسبب لي ظواهر طبيعيه زي ما قلنا، اللي هي الانكسار واللي هو الانتشار، وعندي الضحوله. كل الظواهر دي هنعرفها بعد كده، ويبقى لازم ادرس الامواج عشان هي بتاثر على المنشات او مكونات الميناء بحوض الامواج والارصفه والممر الملاحي، وكمان بتغير لي في ملامح الشاطئ اللي هي عن طريق النحت والترسيب، وبتاثر على اتزان السفن اثناء الشحط والتخريب. يبقى كده الموج عباره عن ارتفاع او انخفاض في سطح ميه نتيجه طاقه الماء، اما رياح يا اما مد وجزر يا اما انفجارات يا اما السفن يا اما اللي هو الزلازل. كل ده بيأثر لي ان هو بيسبب امواج، وعشان الامواج هتأثر لي على المينا يبقى لازم ادرس خصائص الامواج. اول حاجه اللي هندرسه على علينا في المنهج هو الموجه المتكونه نتيجه الرياح، او بسميها موجه الرياح الويند ويف، لان اهم الامواج لانها بتستمر طول العام. قال لك ازاي بقى بتتولد الموجه. قال لك انا عندي رياح، طالما في رياح يبقى في موجه هتتكون. بقى في موجه هتتكون، هي الموجه ما بتفضلش من الاول للاخر، الموجه بتم عادي الرياح اتكونت لي موجه بتفضل لغايه الشاطئ. قال لك كل ما بقرب من الشاطئ الموجه بتحصل لها تشتت ديسبرشن، زي ما احنا بنشوفه على شواطئ، بتلاقي ان الموجه في الاول بعد كده بتبقى خفيفه في الاخر، وبتبقى بتعمل لي بواقي موجه اللي هي بتبقى موجه خفيفه خالص. قال لك ان الرياح دي ما بتفضلش من الاول للاخر، بتقف عند مسافه معينه بسميها توقف الرياح او الويند ستوب، بتقف قبل الشاطئ بمسافه. فقال لك المسافه من الموجه المتولده لتوقف الرياح بسميها الفيتش او المدى المكشوف للموجه. وعندي الموجة قبل توقف الرياح بسميها سي، وبعد توقف الأمواج أو في منطقة التشتت بسميها اسويل. يبقى أنا عندي عشان أسباب تولد الموجة، أول حاجة في مكان ما من في البحر بيبقى عندي الرياح بتهب، لما في طالما في رياح يبقى في عندي موجة بتتحرك من مكان تولد الموجة لحياة الشاطئ. بيحصل لها إيه؟ لما بتقرب من الشاطئ بيحصل لها تشتت. فقال لك ان الرياح ما بتفضلش من الاول لاخر، بتقف بعد مسافه معينه، وبسمي الموجه قبل توقف الرياح بسميها سي، وبعد توقف الرياح بسميها سويل، والمسافه من تولد الموجه لتوقف الرياح بسميها الفيتش او المدى المكشوف. قال لك يعني ايه الموجه اللي هي سي؟ قال لك في دي بتتكون داخل البحر. خصائصها بقى الموجه بتبقى عندها خصائصها بتبقى غير منتظمة، بتبقى لها قمة مقاعان غير منتظمة، بيبقى طول الموج بتاعها مختلف. أما في حالة السويل الموجة دي بتتكون بالقرب من الشاطئ، خصائصها إنها بتبقى منتظمة، بتبقى قمة مقاعان قريبة من بعض، وطول الموج بيبقى واحد. يبقى السي أمواج بتتكون داخل البحر، داخل البحر بفعل الرياح، بتبقى ذات اتجاهات وطول الموج وارتفاعات وزمن تردد غير منتظم. اما في حاله السويل
لا بتتكون بالقرب من الشاطئ، بتكون بعيدة عن منطقة، يعني دي منطقة توليد الرياح، هي السوية اللي بتبقى بعيدة عن منطقة توليد الرياح، زيادة قمم قرب الانقضاض أو منتظم. أما في حالة السي بتبقى القمم بتاعتها مختلفة، هنشوفها بعد كده. وهي عندي فيتش زي ما قلنا، المدى المكشوف للرياح هي المسافة من تولد الموجة فعل الرياح إلى توقف الرياح. يبقى عندي أسباب تولد الموجة، عندي قلنا هندرس بس تأثير الرياح. عندي رياح يبقى في موجة هتتولد، قال الموجة دي بتوصل لغاية الشط بس بخصائص مختلفة. عندك الرياح بتقف بعد مسافة معينة قبل توقف الموجة، قبل توقف الرياح بسمي الموجة دي سي، بعد توقف الرياح بسميها سويل، وبيحصل تشتت كل ما بتقرب الموجة للشاطئ. دي سي بتبقى ذات قمم وخصائص مختلفة، طول الموج والاتجاهات بتاعتها والارتفاعات كلها بتبقى غير منتظمة. أما في حالة السويل بتبقى ذات قمم قرب الانتظام، دي بالنسبة لتولد الأمواج. حد عنده مشكلة في أسباب تولد الأمواج يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. بعد كده عشان اعرف خصائص الموجه بقى لازم اعرف انواع الموجات المتكونه. زي ما قلنا ان انا عندي موجه بتبقى خصائصها ثابته او منتظمه، وعندي موجه غير منتظمه. اول حاجه الموجه المنتظمه اللي هي بتتكون في منطقه بعد توقف الرياح، او بسميها اللي هي سويل، بسميها منتظمه او ديترمينستك. وعندي موجات غير منتظمة بتبقى في منطقة اللي هي قبل توقف الرياح اللي أنا بسميها السي، بتبقى عشوائية راندم أو الريجيون. لو بصينا في الرسمة دي هتلاقي إن في الموجة المنتظمة عبارة عن مجموعة من القمم والقاعات، القمة دي شبه القمة ديت، والقاع بتبقى قريبة من بعض، وطول الموج بتاع الموجة عندي منتظم بتبقى خصائصها منتظمة. بطبق فيها أو بتبع نظرية الأمواج اللي هو ثيوري. اللي هو الموجات الغير منتظمه اللي هي العشوائيه زي ما احنا شايفين بتبقى عشوائيه، بتبقى لها اكتر من قمه، خصائصها غير منتظمه. هنا قمم القاع غير القمه. انا هدرس ايه؟ هدرس بس الموجه المنتظمه اللي عشان اعرف، عشان هي تبقى سهله وبعرف ادرس الخصائص بتاعتها. انما الموجه العشوائيه او الغير منتظمه هي دي الاكثر انتشارا ووجودا في الطبيعه. قال لك زي ما قلنا ان الموجات المنتظمه دي بتتبع نظريه الامواج او النظريه الخطيه للامواج. عندي اربع انواع من الامواج المنتظمه اللي هي بتتبع نظريه الامواج الويف ثيوري. قال لك عندك اربع انواع، الايري ويفز، وعندي ستوك ويف، وعندي الكانويدال ويف، وعندي السوليتري ويف. قال لك في، لو بصينا في الرسمه بتاعت الايري ويف هتلاقي ان انخفاض القاع أو ارتفاع القمة بتبقى بسيط صغير. أما هنا في الستوك ويف هتلاقي إن ارتفاع القمة أو انخفاض القاع بيبقى ذات ارتفاع أكبر من الإيري ويف. قال لك الحالتين في الإيري ويف والستوك ويف الاتنين بتبقى لينير ويف، الارتفاع زي الانخفاض. أما لو بصينا في الكانويدال ويف اللي هو الأمواج المخروطية، هنبص هتلاقي إن ارتفاع القمة غير انخفاض القاع. لو أنا سميت دي A واحد هتلاقي إن انخفاض القاع اتنين، بتبقى محدبة هنا ومفلطحة في القاع، بتبقى نون لينير لأن ارتفاع القاع القمة غير انخفاض القاع، بتبقى نون لينير. عندي سوليتري ويفز ديت بتبقى زي التسونامي، بتبقى عبارة عن ايه زي ما احنا بصينا، هتلاقيها عبارة عن قمم بس. هنا في ثلاث انواع من الموجات التانيين عبارة عن قمم وقاعات، اما في السوليتري بتبقى عبارة عن قمم بس. لو بصينا في الرسمة دي رسمة كروكي، بتبقى هنا ايه وهنا ايه، الاتنين زي بعض بس الارتفاعات صغيرة. في الستوك بتبقى ايه وايه بس الارتفاعات زادت شوية. هنا في الكانويدال او الامواج المخروطيه بيبقى ارتفاع القمه غير انخفاض القاع. وعندي في السوليتري
قلنا ان هي بتبقى عباره عن قمم بس، دول اول نوعين اللي هو الايري ويف والستوك بسميهم لينير ويفز. اما في الكونويدال بسميها نون لينير ويف لان ارتفاع قمه غير انخفاض القاع. والسريتوري قلنا تطبق في حاله تسونامي، بتبقى عباره عن قمم بس، يعني كل الامواج المنتظمه عباره عن قمم وقاعان ما عدا اللي هو السريتوري بتبقى عباره عن قمم بس. قال لك عشان تفرق بين الانواع اللي هي المختلفه بتاعت الامواج ديت بستخدم رقم بسميه اورسر نمبر عشان احسبه. قال لك اورسر نمبر عباره عن ستيبنس على ريليتيف ديبس كل تكعيب. ايه الستيبنس وايه الريليتيف ديبس؟ عباره عن الستيبنس عباره عن اتش على ال، والريليتيف ديبس عباره عن دي على ال. لو بصينا في الرسمه ديت، لو انا عندي الموجه المنتظمه بتبقى عباره عن مجموعه القمم والقاعات، ارتفاع القمة زي انخفاض القاع أو هي ديت A ودي A، والمسافة ما بين قمتين، المسافة الرأسية ما بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين بسميها L اللي هي الطول الموجي، والمسافة الرأسية ما بين قمة وقاع متتاليين بسميها H اللي هو ارتفاع الموجة. لو أنا قسمت ال H ارتفاع الموجة على طول الموجي بسميها الستيبنس او انحدار الموجة اللي هي اتش على ال. اما الريليتيف ديس او العمق النسبي، انا عندي سطح الميه المستقر اللي هو الستيل ووتر ليفل لقاع الشاطئ بسميها الدي او الاتش. لو قسمت الدي على ال او الاتش على ال بسميه الريليتيف ديبس او العمق النسبي. اقدر احسب الاورسال نمبر. بعد ما بحسب الاورسال نمبر بيقول لك لو كان طلع اقل من 26 يبقى انا في امواج لينير ويف اللي هي ايري ويف والستوك ويف. لو كان اكبر من 26 يبقى هي الامواج اللي عندي نون لينير ويفز اللي هي يا اما السيريتوري او الكانويدال. انا عندي منحنى او للارسال نمبر برضه. طب انا عرفت ان هي لينير ويفز بس انا ما عرفتش اذا كانت ايري ويف ولا ستوك، بيبقى عندي رسمه منحنى بتاع الارسال نمبر بحدد منه على حسب الارسال نمبر، بدخل المنحنى وبحدد اذا كانت ايري ولا ستوك. وعندي في حاله النون لينير ويفز برضو بحدد اذا كانت كانويدال او سيريتال. بس ابقى عارف اني عشان افرق بين الاربع موجات دول بستخدم رقم بسميه اورسال نمبر عباره عن ستيبنس انحدار الموجة على العمق النسبي لكل تكعيب. بحسب الستيبنس او انحدار الموجة عباره عن ايه؟ ارتفاع الموجة على طول الموجة. اما الريلاتيف ديبس اللي هو عمق الووتر ديبس على طول الموجة. عندي القاعدة بسميها تروف، وعندي القمة بسميها كريست. ده بالنسبة لأنواع الأمواج. بعد كده هدرس خصائص الأمواج. لو حد عنده مشكلة في الجزء الأولاني ده مشانسين يسمع. حد عنده مشكلة مش هنسيب؟ لا تمام يا باشمهندس أكمل. تمام زي ما قلنا خلاص أنا عرفت أنواع الأمواج. بعد كده عايز أدرس خصائص الأمواج. قلنا هناخد الموجة المنتظمة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يعني أصلا الموجة عبارة عن مجموعة من القمم والقاعات، بسمي القاع طرف والقمة بسميها كريست. قال لك الطول الموجي المسافة بين قمتين، المسافة الرئيسية ما بين الأفقين ما بين قمتين متتاليتين أو ما بين قاعين متتاليين بسميها الطول الموجي L. أما المسافة الرئيسية ما بين قمة وقاع متتاليين بسميها H أو الطول الموجي. قال لك عندك ارتفاع القمة أو انخفاض القاع بسميها A اللي هو wave amplitude اللي هي سعة الموجة. وقلنا إن الـ D أو الـ H اللي هو water depth هي المسافة ما بين سطح المية المستقر إلى قاع المجرى اللي عندي. عندي حاجة اسمها ميو اللي هي ارتفاع التموج عند أي فترة زمنية. لو بصينا إن الموجة أو القمة بتبدأ من الصفر وبعد كده بتزيد لغاية ما توصل لغاية النقطة A، بعد كده تقل تاني. فقال لك ان ارتفاع التموج عند اي نقطه بسميه ميو.
واقدر اسيبه بعد كده، واقصى ارتفاع تموج بيبقى عند اللي هو القمه اللي هي ايه، يبقى اقصى ميو هي الايه او بسميها سعه الموجه. يبقى انا خصائص الموجه بقى عارف ان عند طول الموجه بسميها ال، عند ارتفاع الموجه بسميها اتش، عندي اللي هو الويف امبليتيود اللي هي سعه الموجه، ارتفاع القمه او انخفاض القاع، عندي ايه تاني، عندي اللي هي الميو ارتفاع سطح الموجه عند اي فتره زمنيه، عندي الدي او الاتش الووتر ديبس، عندي القاع بسميه ترف، وعندي القمه بسميها كريست. دي مش بس خصائص الموجه، دي اهم الخصائص. بعد كده زي قلنا عايز احسب بقى ارتفاع سطح التموج او السيرفيس ديسبليسمنت اللي هي ميو، قال لك بحسبها من العلاقه دي اللي هي بتساوي ايه كوزاين كي في الاكس ناقص اوميجا في تي. انا خلاص انا عارف ان الايه ارتفاع قمه او انخفاض قاع، تمام، اللي هي بتساوي اتش على 2. لو انا عارف الاتش اللي هو ارتفاع الموجه اللي هي الاتش، هقدر احسب الايه اللي هي بتساوي اتش على 2، تمام. فاضل ان انا احسب الكي واحسب الاوميجا، تمام. ايه الاكس وايه التي؟ قال لك ان انت عايز تحسب ارتفاع او سطح الموجه بقى عند فتره زمنيه معينه، وليكن عندي المسافه اكس، انا عايز احسب عند المسافه اكس ارتفاع الموجه وسطح التموج وعند فتره زمنيه معينه، فهو بيديك الاكس وبيديك التي، اقدر احسب ارتفاع سطح التموج اللي هو ميو عند اي فتره زمنيه. يبقى انا كده فاضل لي ان انا احسب الكي واحسب الاوميجا. قال لك يعني ايه الكي؟ قال لك الويف نمبر اللي هو رقم الموجه. رقم الموجه ده رقم مهم، ولو كل موجه بيبقى لها رقم، هو رقم مميز للموجه بيعتمد على الطول الموجه. طول ما طول الموجه بيتغير يبقى الكي بيتغير، يبقى رقم الموجه بيتغير بتغير الطول الموجه. يبقى انا كده عرفت احسب الكي اللي هو 2 باي على ال، وكل موجه لها رقم موجه او رقم مميز بسميه رقم الموجه اللي هو ويف نمبر الكي. يبقى الكي عباره عن رقم الموجه بيعتمد على الطول الموجي. عندي بعد كده اللي هو الاوميجا، دي اوميجا باشمهندسين مش كي، الاوميجا اللي هو السرعه الزاويه او التردد الزاوي، برضو بيبقى رقم مميز للموجه عباره عن 2 باي على تي. لو انا عارف الزمن الدوري بتاع الموجه يبقى انا اقدر احسب الاوميجا، واقدر احسب اللي هو ارتفاع التموج عند اي زمن فتره زمنيه. يبقى انا عارف ان الاي اللي هي سعه الموجه على 2، اللي هي سعه الموجه اللي هي بتساوي اللي هو ارتفاع الموجه على 2، عندي الكي قلنا بيعتمد على طول الموجي اللي هو بيساوي 2 كي باي على كي على ال، والاوميجا هي السرعه الزاويه اللي هي 2 باي على تي، والتي بيبقى مديك فتره زمنيه وبيديك مسافه اكس، وبيقول لك احسب ارتفاع سطح التموج. وقلنا ان الاي اللي هي ويف امبليتيود اللي هي سعه الموجه هي عباره عن ارتفاع قمه او انخفاض قاع مقاسًا من سطح البحر او ستيل ووتر ليفل، بيساوي ارتفاع الموجه على 2. قلنا ان الاتش او الويف هايت الاتش اللي هي ارتفاع الموجه المسافه الراسيه بين قمه وقاع متتاليين، وعندي ارتفاع ال اللي هي طول الموجه بس اللي هي المسافه الافقيه بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. يبقى انا كده فاضل ان انا اعرف اللي هو الزمن الدوري تي. قال لك الزمن الدوري او الويف بيريد، الزمن الدوري للموجه هي الفتره الزمنيه لمرور قمتين او قاعين متتاليين بيمروا بنفس النقطه، او زمن نتيجة حركة الجزيئات من القمة للقمة. ازاي من القمة للقمة؟ انا عندي لو انا عندي الرسمة بالمنظر ده، ادي سطح البحر الاول، انا عندي هنا لو انا عندي النقطة دي وعايز احسب الزمن الدوري، بقف عند النقطة دي وبخلي الموجة تعمل لي نص، ادي نص قمة بعد كده قاع بعد كده نص قمة، فانا بقيس الزمن من النقطة دي للنقطة دي. يبقى أنا كده قست الزمن الدوري، يبقى هو الفترة الزمنية لمرور قمتين أو قاعين متتاليين بيمروا بنفس النقطة، أو الزمن نتيجة حركة الجزيئات من القمة للقمة. بعد كده عندي تردد الموجة اللي هو فريكونسي، على طول أنا عارف إن التردد بيبقى مقلوب الزمن الدوري، يبقى الإف بتساوي 1 على تي،
يبقى انا عندي في الاول اول حاجه ارتفاع سطح التموج اللي هو ميو بيعتمد على ايه؟ على الاريا اللي هي سعه الموجه، والاريا الايه اللي هي ارتفاع الموجه على الاثنين. عندي الكي اللي هو رقم الموجه اللي هي 2 باي على ال بيعتمد على طول الموجي، وعندي الاوميجا اللي هي السرعه الزاويه وتردد الزاويه اللي هي بيساوي 2 باي على تي بيعتمد على الزمن الدوري. وقلنا الزمن الدوري والمسافه الفتره الزمنيه من مرور اللي هو الفتره الزمنيه نتيجه حركه الجزيئات من القمه للقمه، او الفتره الزمنيه بمرور قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. يبقى انا كده عرفت الاتش ال طول الموجي، وعندي الاتش ارتفاع الموجه، وعندي التي اقدر احسب الكي واقدر احسب الاوميجا واقدر احسب ارتفاع سطح التموج. بعد كده قال لك عندك السرعه اللي هو ويف سيليتري اللي هو سيليريتي اللي هي سرعه الموجه. السرعه ديت هي السرعه الخطيه، اما الاوميجا دي سرعه زاويه. اللي يهمني السرعه الخطيه، اما السرعه الزاويه انا بس بحسبها بس عشان احسب ارتفاع التموج عند اي فتره زمنيه. يبقى السيليتري او سيليريتي اللي هي سرعه الموجه هي سرعه الموجه التي تتحركها للمرور بين قمتين او قاعين متتاليين. انا عارف ان السرعه هي سرعه بتساوي مسافه على زمن اللي هي ال على تي، او اقول ان هي اوميجا على ك، لان انا عارف ان الاوميجا 2 باي على تي و وكي 2 باي على ال. يبقى اقدر احسب سرعه الموجه او السرعه الخطيه عن طريق السرعه الزاويه ورقم الموجه. 2 باي هروح مع 2 باي، ال تطلع بسط يبقى بتساوي ال على تي. يبقى سرعه الموجه اللي هي ويف سيليريتي اللي هي السرعه بتساوي ال على تي مسافه على زمن، ودي السرعه الخطيه، ودي اللي انا بس بحسبها في المساله. اما السرعه الزاويه بحسبها امتى؟ لو كان طالب منك تحسب ارتفاع سطح التموج وبيبقى مديك فتره زمنيه ومسافه اكس. بعد كده قلنا الاستيبنس في اورسر نمبر، قلنا استيبنس او انحدار الموجه زي بحسبه انا عندي ارتفاع الموجه اتش وعندي طول الموجي، يبقى الاستيبنس او انحدار الموجه بيساوي ارتفاع الموجه على الطول الموجي. عندي بعد كده العمق النسبي اللي هو الريلاتيف ديبس اللي هو بيساوي D على L أو بيساوي H على L. قلنا ال L هو ارتفاع الموجة، أما D هو المسافة بين سطح المية المستقر إلى قاع المجرى. الرقم ده مهم عشان بعد كده هيصنفني الأمواج اللي عندي إلى 3 أنواع من الأمواج هنعرفهم بعد كده. أنا بعد كده إن إيه السي اللي انا حسبتها اللي هي تساوي ال على تي، دي سرعه موجه واحده، فانا عندي اكتر من موجه بتمر في نفس الوقت، فقال لك ان انا عايز احسب سرعه الموجات او جروب سيليريتي اللي هي السي جي. قال لك هي سرعه الموجات اللي تتحركها للمرور بين قمتين او قاعين متتاليين، لان انا عندي اكتر من موجه بتمر في نفس الوقت. فقال لك عشان تحسبها هتحسب السرعه بتاعه الموجه الواحده واضربها في ان. قال لك الان بتساوي نص في النص في 1 زائد 2 ك في الدي على ساينج 2 ك في الدي، ك اللي هو رقم الموجه، الدي اللي هو ارتفاع او اللي هو عمق الميه. اقدر احسب الان واقدر احسب اللي هي سرعه الموجات. زي ما احنا شايفين ان دي موجه بيجي بعدها موجه، فانا عشان احسب سرعه الموجات عندك قال لك هتضرب في ان. رقم ان هو بيعبر على عدد الموجات بس تقريبا يعني، فانا بحسبه من المعادله دي. يبقى انا كده عرفت احسب الاول بيبقى مديك في المساله. لو بعد كده بخصوص الخصائص دي او القوانين دي كلها بشانسين موجوده في الجدول ان شاء الله هتاخدوه مع الكتاب للشرطات. يبقى القوانين دي كلها موجوده ما عدا قوانين بسيطه كده هتعرفها بس وتحفظها. القانون بتاع الريليتيف ديبس ده مهم عشان هيقسم لي بعد كده الامواج اللي عندي. يبقى انا القوانين دي كلها موجوده عندي في الشارت، مبيبقاش موجود تقريبا كل القوانين موجودة في الشارتات عندك، فمش مضطر تحفظ أي قانون. حتى القانون ده موجود في الشارتات، فأنت مش هتحفظ، يا دوبك أنت بس بتعوض
يبقى انا عايز عشان اعرف خصائص الموجة عندي ال طول الموجي، عندي ارتفاع الموجة اتش، عندي اللي هو الميو ارتفاع سطح التموج، عندي الاي اللي هي ساعه الموجة اللي هي ارتفاع قمة او انخفاض قاع، عندي القمة بسميها كريست، وعندي قاع بسميه طرف. عايز احسب اي خاصية من خواص الموجة اقدر احسبها. عندي قلنا التي زمن دور بيبقى معطى في المسألة، اقدر احسب الكي، واقدر احسب الاوميجا، واقدر احسب التردد، واقدر احسب السرعة، واقدر احسب الانحدار الموجة والعمق النسبي، واقدر احسب سرعة الموجات. هي حاجة كمان اقدر احسبها اللي هي الطاقة، الطاقة اللي تتحرك بها الموجة اللي هو الويف انرجي، اللي هي الاي بتساوي توم رو في جي في الاتش تربيع، وانا الرو في جي على بعض باخدها بواحد 25 من 1000 طن على متر مكعب، اب واحد وثلاثة من 100 طن على المتر مكعب. يبقى انا كده قدرت احسب الطاقة اللي انا بديها لجزيئات المية عشان تعمل لي الموج. بعد كده عندي اللي هي الولف باور اللي هي قدرة الموجة، بتبقى عبارة عن الاي اللي هي الطاقة في سرعة الموجات، بتبقى بالوات على المتر، واقدر احسب كده الطاقة، واقدر احسب قدرة الموجة او الباور فلوكس. يبقى انا كده قدرت احسب خصائص الموجة. خصائص الموجة مهمة عشان هحل بقى المسائل بعد كده. من عرفت تعريف الموجة، ازاي اتولدت، والعوامل اللي تؤدي الى تكون الموجة، وليه انا بدرس اصلا الموجة، وخصائص الموج. حد عنده مشكلة في الجزء ده يا باشمهندسين؟ باشمهندسة قول يا باشمهندس. اللي عندي كده مش المفروض الوحدة بتاعت قدرة الموجة تبقى واط على الثانية مش واط على المتر؟ ثواني كده، واط كان شوف اول الانرجي في الطن على المتر، فلما اضربها في متر على الثانيه يبقى طن على الثانيه تقريبا، متر على في متر على الثانيه يبقى طن على الثانيه. المفروض ان هي الوات كان، ثواني كده مش فاهمه. ما هي القدرة بالوات يا باشمهندسة، بس دي تقريبا على المتر الطولي يعني من الموجة. صح؟ عايزة بس أشوف إن الوات طن على ثانية ولا لأ. تقريبا يا باشمهندسة هي الوقت المفروض ان هو جول على متر، يبقى اللي هو الوقت يساوي جول على متر، واحد وقت جول على ثانية في متر على ثانية، وقت جول. لا يا باشمهندسين، الوقت جول في ثانية، في مفروض ان انا عندي متر على ثانية، هتأكد منها بس يا باشمهندسين وهعرفها لكم. المفروض ان الوات جول على ثانية، جول في ثانية بس، هي كده قدرة لكل متر، المتر الطول يعني. خلاص تمام يا باشمهندس، كمل. قالك بعد كده ان انا زي ما قلنا ان انا عندي اللي هو الخاصيه بتاعه العمق النسبي، دي خاصيه مهمه لان انا عشان من خلالها اقدر اصنف الامواج لثلاث انواع،
قال لك امواج ذات مياه عميقه وامواج ذات مياه انتقاليه وامواج بحر. بصينا في الرسمه دي، طالما في رياح يبقى في عندي امواج. قال لك عشان انه الموجه تتكون من منطقه تولد هنا، طالما في رياح الموجه تتولد وتفضل معايا لغايه الشط. وعندي قلنا في عندي سي وعندي اسويل. السويل اللي بتبقى بعد ما بعد توقف الرياح، وسي قبل توقف الرياح. ولما الموجه بتقرب من الشاطئ بيحصل لها تشتت. قال لك عندي ثلاث انواع من الامواج بتعتمد على العمق النسبي اللي هو الدي على ال. قال لك كل ما تحسب الدي على ال لقيته ان هو اكبر من 2، اكبر من نص. قال لك يبقى انا عندي الموجه اللي عندي بسميها موجه المياه العميقه، اللي هي الدي بتبقى اكبر من او يساوي ال على 2، ولو كانت اقل بسميها مياه انتقالية او مياه غير عميقة، اللي هي مياه انتقالية ومياه ضحلة. لكن لو بصينا في الرسمة ديت، لو عندي العمق بتاعي ده اكبر من ال على 2، اللي هي طول الموجة على 2، فبسمي الموجة عندي بسميها مياه عميقة. هناخد هنلاقي ان اصلا طالما في رياح الموجة بتتكون، ان المية اصلا ما بتتحركش من مكانها. اللي بيحصلها ان بيبقى المية هنا الجزيء ده هنا، وفي عندك رياح بتأثر على الجزيئات، فالموج الجزيء ده بيتحرك بيدور حوالين نفسه حركة دائرية ومن غير ما ينتقل من مكانه. وانا عندي الرياح بتأثر على الجزيئات، فقال لك الجزيء اللي بعده هتحرك برضه حركة دائرية، اللي بعده اتحرك حركة دائرية. كل ما بنزل لتحت تأثير الرياح عندي بيقل لغاية ما اوصل لجزيء مش هتأثر بالرياح. قال لك اخر جزيء بيتأثر بالرياح بيكون على بعد الا على 2، اللي هي طول الموج. يعني انا عندي رياح قلنا الموجه هتتكون، بس المايه نفسها ما بتتحركش من مكانها، هي الجزيئات دي بتتحرك حركه دائريه في مكانها، الجزيء اللي بعده بيتحرك حركه دائريه من في مكانه بس ما بيتحركش من مكانه. وعندي جزيئات كل ما بنزل لتحت تاثيرها بالرياح بيكون اقل، فكل ما بنزل لتحت تاثير الرياح بيقل لغايه ما بوصل لجزيء ما بتاثرش بالرياح، بيكون على بعد الا على 2، اللي هو طول الموجه على 2. بعد كده تاثير الرياح بيقف. فانا عندي موجه هنا، طالما ان اخر جزيء بتاثر برياح ما بتاثرش بالقاع، قالك بتاخد ان الجزيء بيدور حوالين نفسه في مسار دائري ما بيتحركش في مكانه من مكانه، يبقى لا يتاثر بالقاع، بياخد مسار دائري عشان ما يتاثرش بالقاع، وبيبقى الخصائص بتاعته ثابته. يعني انا لو انا عايز احسب الخصائص الموجه عند الدي ودي، زي ما اكني حسبتها عند الدي دي، اكني حسبتها عند الدي واحد، دي واحد زي دي اتنين زي دي تلاته، لان انا عندي اخر جزيء بتاثر بالرياح ما تاثرش بالقاع، فعندي خصائص الموجه ثابته. خصائص الموجه قال لك بتبقى ثابته لغايه اخر دي، بتبقى اللي هي بتساوي ال على 2. يبقى خصائص الموجه دي كلها لغايه هنا، من اول دي بتساوي ال على 2 لغايه دي اكبر من ال على 2، كل ده خصائص الموجه بتاعتها ثابته. ان انا لو حسبت خصائص الموجه عند دي واحد، هي نفسها خصائص الموجه عند دي 2، هي نفسها خصائص الموجه عند دي 3. دي بالنسبة للمياه العميقة، إنها بتاخد مسارات دائرية لأنها ما بتتأثرش بالقاع، بتتحرك حوالين نفسها حركة دائرية، وخصائصها بتبقى ثابتة ولا يحدث انتقال لكتلة المياه. زي ما قلنا إنها بتدور حوالين نفسها، المياه نفسها مش بتتحرك زي ما إحنا بنشوفها كده، بحيث إن المياه نفسها بتعمل كم وقاع، لكنها بتتحرك. إيه اللي بيحصل؟ إن الجزيء بيبقى هنا فبيعمل له حركة دائرية، فبيطلع بيعمل له قاع، أو بينزل بيعمل له قمة وقاع. يعني أنا عندي أدي سطح البحر وأدي الجزيء هنا، فاللي بيحصل إن أنت تفكر إن المياه بتتحرك، هي ما بتتحركش، هي الجزيء هنا واقف في مكانه، بيحصل له حركة دائرية، فبتحس إن بيحصل قاع قمة وقاع، إنما الجزيء نفسه واقف مكانه. هو لما بيلف حركة دائرية بيطلع فوق بيبقى عبارة عن قمة، وبينزل تحت عبارة عن قاع. يبقى الجزيئات بتتحرك حركة دائرية بدون ما تتحرك من مكانها، عشان كده بحس إن المية بتتحرك. إنما في حالة المنطقة اللي هي المياه العميقة، أو في المنطقة الأولى ديت، لما تكون ال L أكبر من أو يساوي L على 2، جزيئات بتتحرك مسارات دائرية، آخر جزء اللي هو بتأثر بيها ما بتأثرش بالقاع، وعندك خصائصها بتبقى ثابتة ولا بيحصل انتقال لكتلة المية. ده أول نوع. تاني نوع المفروض ان هي ديت بسميها مياه عميقة. عندي نوعين تانيين، اللي هي الضحلة او الانتقالية بسموها مياه غير عميقة. ليه بسميها مياه غير عميقة؟ لان في الخصائص بتاعت المياه في الانتقالية والضحلة الاتنين
بيتأثروا بالقاع، فبيحصل ايه؟ الموجة المفروض انها كانت بتاخد مسارات دائرية او بتتحرك جزيئات المية بتتحرك مسارات دائرية، اخر جزيء اللي هو بتأثر بالرياح احتك بيه القاع، فالقاع بيأثر على الجزيء، فبدل ما بياخد مسار دائري بياخد مسار قطعي ناقص. الجزيء اللي بعده طالما اتأثر بايه؟ اتأثر بيلامس الجزيء ده، فهياخد برضه مسار قطعي ناقص، وهكذا لغاية آخر جزيء اللي هو أول جزيء ده تعرض للرياح. فقال لك خصائص الموجة في المنطقة الانتقالية اللي هي بيبقى دي عبارة عن أكبر من واحد ال على 20 وأقل من ال على 2. قال لك الجزيئات بتتحرك بمسارات قطع ناقص ليه؟ لأنها بتحتك بالقاع وبيحصل ضغط، القاع بيضغط على الجزيء فبياخد مسار قطع ناقص. برضو الجزيء بيتحرك في مكانه ما بيحصلوش انتقال، في الحالة دي لا يحدث انتقال لكتلة المية. ايه اللي بيحصل بقى في خصائص الموجة؟ قال لك لو انت بتحسب خصائص الموجة عند الدي دي غير لما بتحسب خصائص الموجة عند الدي دي، ليه؟ الدي قلت الطول الموجة هيقل وبالتالي السي هتقل، اما الزمن الدوري بيبقى ثابت. قال لك هتاخد بالك ان الموجة بيحصل لها انضغاط، ممكن ال اتش تزيد وممكن ال اتش تقل، فانا اللي بس لخصائص الموجة اللي انا ببقى عارف ان هي بتقل، الطول الموجي بيقل وعندي السرعة بتقل، لان السرعة بتساوي ال على تي، طالما ال قلت او طول الموجي بيقل يبقى سرعة الموجة عندي بتقل نتيجة تأثرها بضغط القاع، وبيحصل احتكاك ما بين اخر جزيء متأثر بالرياح، فبيحصل ان ال اللي بيقل وطول السرعة بتقل، اما الارتفاع بتاع الموجة ممكن يقل، ممكن يبقى لما بضغط على الموجة دي ممكن ال H تقل أو ال H تزيد. أما في حالة المياه الضحلة، قلنا في حالة المياه العميقة والمياه الانتقالية إن الجزيء بيدور حوالين نفسه في مسارات، هنا قطع ناقص وهنا مسارات دائرية بس ما بتحركش من مكانه. أما في منطقة المياه الضحلة إيه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي العمق ده اللي هو دي لنا بيبقى أقل من ال على 20 اللي هو بيساوي 5 من 1000 ال الطول الموجي. أنا بيبقى عندك الطاقة ثابتة، فبتبقى متركزة على عمق صغير. اللي بيحصل سرعة الجزيء نفسه وهو بيدور بيبقى أسرع من سرعة الموجة. اللي بيحصل اللي احنا اللي هو بيحصل اللي هو التشتت أو الانفلات، اللي الطرطشة اللي احنا بنشوفها على الشاطئ اللي هو بتيجي الموجة بالمنظر ده بيحصل لها تشتت. ايه اللي بيحصل؟ فيبقى جزء بيحصل انتقال لكتلة المية اللي انا بسميها تيارات بحرية، لان سرعة اللي هو الجزيء نفسه هو بيدور حوالين نفسه بتبقى اكبر من سرعة الموجة، فجزء منها بينتقل او بيحصل له انتقال بسميه تيارات مائية، والجزء التاني بيعمل لي بواقي الموجة اللي هي الموجة الخفيفة اللي انا بشوفها على الشاطئ. يبقى في حالتين، حالة المياه الانتقالية والمياه العميقة، كتلة اللي هو الجزيء بيتحرك حوالين نفسه يا إما في مسارات دائرية أو مسارات قطع ناقص نتيجة تأثره في بالقاع في المياه الانتقالية، أما في المياه العميقة عشان هو ما بتأثرش بالقاع فبيبقى بياخد مسارات دائرية. أما في حالة المياه الضحلة إيه اللي بيحصل؟ إن الطاقة بتبقى مرتكزة أو متركزة على عمق قليل، فتبقى سرعة الجزيء وهو بيدور حوالين نفسه أكبر من سرعة الموجة، فبيحصل انتقال لكتلة المية أو جزء من الجزيئات دي، بيحصل له ان هو بيسيب مكانه وبيحصل بتسبب الطرطشه او الانفلات اللي احنا بنشوفه على الشط، وبقيه الجزيئات بتعملي بواقي موجه اللي هي الموجه الصغيره. قال لك ان الانتقال الكتله دي بسميها تيارات مائيه. لو بصينا في الرسمه اللي هي الرسمة دي اهيت دي الحتة دي بسميها منطقة ضحلة، لأن هنا الموجة دي بسميها تيارات مائية، لأن كتلة المية انتقلت من مكانها، والباقي الموجة ديت بواقي موجة بتبقى على الشط. فدي بقى عشان كده بلاقي إن على الشط المية وهي طالعة بتبقى مية كده طالعة، بيحصل نهر وترسيب على الشاطئ من بره، فبتلاقي المية لونها مش صافي زي ما هي جوه كده، بيبقى فيها رملة نتيجة إن جزء من الجزيئات دي حصل له طرطشة، والباقي ده عمل لي هو إيه اللي هو بواقي موجة عشان احتكت بيه القاع.
تمام يا باشمهندسين، يبقى انا كده طبقا للعمق النسبي او الدي على ال عندي ثلاث انواع من الامواج او ثلاث انواع من المياه، مياه عميقه، مياه انتقاليه، ومياه ضحل. ممكن اقسمهم لمياه عميقه ومياه غير عميقه. المياه العميقه بتبقى خصائصها ثابته، اما المياه الضاحله او الانتقاليه ممكن اسميها مياه غير عميقه لان خصائصهم الاثنين يعتبر واحد، لان الطول بيقل، طول الموج بيقل والسرعه بتقل، اما الاتش ممكن تزيد او تقل. خلاص انا عارف ان في حاله المياه العميقه لان اخر جزئين طب الرياح مش هيتاثر بالقاع فبتاخد مسارات دائريه، والجزئيات دي بتدور حركه دائريه حوالين نفسها دون ان تنتقل من مكانها، فهنا ما بيحصلش انتقال لكتله الميه وبتبقى دي على ال اكبر من النص. اما في حاله المياه الانتقاليه الانترميديت بتبقى دي على ال اكبر من اقل من النص واكبر من 1/20 اللي هي 5%. قال لك ان اخر جزئين او الجزيئات دي بتحتك بالقاع او بتتصل بالقاع، فاللي هيحصل بدل ما كان مسارها على شكل دائره هتعمل ايه؟ هياخد مسار قطع ناقص، ودي هتاخد مسار قطع ناقص، فالجزئين اللي بعده هيبقى قطع ناقص وما بيحصلش احتكاك، بيحصل احتكاك بالقاع تاخد مسار قطع ناقص، مش هيحصل انتقال لكتله الميه. دي خصائصها بتختلف من عمق للتاني لان الطول بيقل و السرعه بتقل، اما زمن الدوري بيبقى ثابت. اما في حاله الشال ووتر بيبقى الدي على ال اقل من 1/20 هي 5%. ايه اللي بيحصل هنا؟ ان بيبقى العمق صغير والطاقه بتبقى كبيره، فبيحصل ان جزء من الميه من كتله الميه دي بيحصل لها انفلات او تشتت اللي هي الطرطشه اللي احنا بنشوفها على الشط ده، و بيحصل تكسر للميه، وبسمي انتقال الكتله دي بسميها تيارات مائيه، وبتاخد برضو مسارات قطع ناقص، وخصائصها ان الطول بتاعها بيقل والسرعه بتقل. يعني ممكن اقسمها لمياه عميقه ومياه غير عميقه لان في الحالتين دول الطول الموجي بيقل والسرعه بتقل. اما خصائص الموجه في الديب ووتر تبقى ثابته، ال والاتش والسي ثابته. في خصائص الموجه في المياه العميقه بتتحرك جزيئات المياه في مسارات دائريه لا تتاثر بالقاع، طالما ما بتتاثرش بالقاع يبقى هتاخد مسارات دائريه. خصائص الامواج بتبقى ثابته ال واتش وتي، وما بيحصلش تحرك لكتله الميه، قلنا ان الجزيئ بيتحرك في مكان. خصائص الموجه في المياه الانتقاليه اللي هي الانترميديت او ترانزيشنال بتتحرك جزيئات ومسارات قطع ناقص، ليه؟ لانها تحتك بالقاع فبيحصل ضغط القاع على الجزيئ اللي عندي فبياخد مسار قطع ناقص، ما بياخد المسار ده في مكانه وما بيتحركش. وخصائص الموجة قلنا بتختلف، طول الموجة بيقل وسرعة بتقل، يحصل انضغاط للموجة فالإتش بتاعتي مش عارفة هتزيد ولا هتقل، والزمن الدوري ثابت. بعد كده هنعرف نحسب الإتش عند أي مكان، وتعتمد على عوامل تانية اللي هو معامل الضحولة ومعامل الانكسار، وهنقدر نحسبها بعد كده. قال لك خصائص الموجة في المياه الضحلة، قال لك إن عندك عمق صغير والطاقة بتبقى مرتكزة على عمق صغير، فاللي بيحصل سرعة الجزيء وهو بيدور حوالين نفسه بتبقى أسرع أكبر من سرعة انتقال الموجة، فجزء من الجزيئات ده بيفلت اللي هو بيحصل له بيتشتت، فبيحصل ده عند عمق، بسمي العمق ده عمق التكسر اللي هو دي تساوي ال على 20، فبيحصل انتقال لكتلة المية بسميها تيارات مائية، والباقي الجزيئات دي بتعمل لي بواقي موجه، الموجه الخفيفه اللي انا بشوفها على الشاطئ دي. بعد كده لما باجي احل المساله، زي ما قلنا ان انا بحل المساله ازاي، بقسم الميه اللي عندي او المواج اللي عندي لنوعين، نوع بسميه مياه عميقه والنوع الثاني انترميديت وشالو ووتر بسميه مياه غير عميقه. اول حاجه لو انا عندي مياه عميقه زي ما قلنا ان دي بتبقى اكبر من ال نود على 2، بسمي اللي هو ال نود طول الموجه اللي هو بيحسبه ازاي، 1/5 6 × 100 تيتا تربيع اللي هي تي اللي هي زمن دوري، فالمساله بيديك التي وبيديك الاتش، اقدر احسب ال نود. قال لك لما بحسب ال نود وجيت احسب الدي اللي هو معطى في المساله ولقيت ان الدي اكبر من ال نود على 2، يبقى انا كده في منطقه عميقه، يبقى الاتش بتاعت المنطقة اللي أنا فيها بتساوي الـ H المعطى، و
التي بتساوي التي المعطى في المسألة، وبسميهم في المنطقة العميقة بسميها ال نود و اتش نود و تي نود. عشان احسب السرعة قلنا اللي هي ال على تي، ولو عايز احسب السي جي اللي هو سرعة الموجات بضرب ان السي. قالك في المنطقة اللي هي العميقة ان لما تيجي تحسبها هتلاقيها انها بتساوي نص من المعادلة. عندي بعد كده قلنا انا بقسم الامواج اللي عندي او المايه اللي عندي مياه عميقه ومياه غير عميقه اللي هي نوت ان دي بوت، ان هي بيبقى دي اقل من ال نود على الاثنين. وانا خلاص حسبت ال نود وجيت احسب الدي المعطى في المساله لقيت انها اقل من ال نود على اثنين، يبقى انا كده مش في المياه العميقه. فبعمل ايه عشان احسب خصائص الموجه اللي عندي ال ال والسي؟ لازم ادخل احسب ال ال. فقال لك عشان تحسب ال ال انا عندي الدي على ال نود، الدي معطى في المسألة، التي بتعتمد على الزمن الدوري، أقدر أحسب الدي على ال نود. هدخل جدول هحسب منه الدي على ال، وبدلالة ال أنا خلاص أنا عارف خلاص كتبت إن اللي هي الدي على ال بيساوي رقم، وأنا عارف الدي أقدر أحسب ال، وعرفت أحسب ال يبقى أقدر أحسب السرعة. قال لك اهو الايجاد خصائص الامواج في المنطقه الغير عميقه اللي هي المنطقه الضاحله والمنطقه الانتقاليه بستخدم جداول بدلاله الدي المعطى في المساله على ال ال نود، يتم ايجاد قيمه الدي على ال، وبدلاله العمق اللي هو معطى يتم ايجاد الطول الموجي ومنه ايجاد السرعه وباقي الخصائص. ليه انا بستخدم الطريقه دي في حاله المياه الضاحله والعميقه؟ لانها قلنا تتبع نفس الخصائص اللي هو طول الموج بيقل والسرعه بتقل، الارتفاع يا اما بيتغير بزياده او نقصان، انما الزمن الدوري بيبقى ثابت. ده الجدول اللي بدخله، انا عارف الدي وعارف ال نود، ده اقدر ارسم الدي على ال نود، اقدر احسب اشوف انا فهني مكان وليكن ان انا عندي 3 طلعت بيه 3 من 100، اقدر احسب اللي هي الدي على ال اللي هي 7 من 100، يبقى انا كده عرفت الدي على ال اللي بيساوي رقم، وانا عندي الدي اقدر احسب ال ال، وعندي الزمن الدوري اقدر احسب التي. يبقى في المنطقه العميقه ممكن يطلب منك كل الخصائص اللي هي الاتش نود وال ال نود والسي والسي جروب والاي اللي هي الطاقه والقدره. واما في المنطقه الغير عميقه اللي هيطلبوا منك بس ان انت تحسب ال ال وتحسب السي. ممكن يطلب منك ان هو السي جي اللي هو سرعة الموجات، انما الاتش و الاتش بعد كده هنقدر نحسبها بس لما ناخد اللي هي الظواهر الطبيعية اللي بتحصل للموجة. تمام يا باشمهندسين، هعيد اخر جزء برضو المرة الجاية يا باشمهندسين مع المسألة، فلو حد عنده مشكلة في اي حاجة قلتها النهاردة يسأل. اللي قلناه النهاردة اول حاجة مقدمة عن المواني اللي هي هندسة الشواطئ وهندسة ايه الفرق بين هندسة الشواطئ وهندسة المواني، وعندي المرفأ والمينا، عندي مكونات المينا عشان اخطط المينا يبقى لازم اعرف مكونات المينا، وعندي قلنا انواع المواني. بعد كده قلنا المفروض ان انا كان عندي توصيف السفينة بس هو مش هيتشرح السنة دي لان انا مش هعمل تخطيط. في عندي بعد كده الموجة تعرفها وبتتولد ازاي واسباب دراسة الموجة، وعندي انواع الامواج وخصائص الامواج، واهم خاصيه اللي هو العمق النسبي لانها بتقسم لي الامواج اللي عندي لثلاث انواع، وهي ديت اللي هنبدا بها السكشن المره الجايه المساء. لو حد عنده مشكله عشان سين يسال. باشمهندس ولا باشمهندس معلش، هو بالنسبه للويف باور تمام ان احنا قايلين ان هي بتساوي ايه في السي جروب، الايه في السي جروب اه تمام صح، والايه بتساوي الجول على المتر المربع صح. حلو، والسي جروب متر على الثانيه تمام، فيبقى كده يبقى عندي جي في جي على متر في الثانيه، والوات بيساوي جي على السكند، يبقى عندي جول على متر مربع على السنة. ايوه، ومتر روح مع المتر بتاعة السرعة تبقى جول على متر في الثانية، وجول على الثانية وات على المتر، ده مظبوط؟ تمام صح، هي جول على ثانية بالوات، وات على متر. تمام يا شمسين، انا هوضحها لكم برده في البي دي اف هعدله وابعته.
تمام يا باشمهندس. تمام. حد عنده مشكلة تانية يا باشمهندس؟ Thank you.